صباح الشروق من جديد لكل المتابعين اللي بيتواصلوا معنا عبر هذه الصباحات وكل فقراتنا الموجودة وتوسيقنا لأجمل اللحظات وأجمل الأمكنة في السودان. كل تأكيد نسعد أنه أيضا يكون هناك عدد من الضيوف الأعزاء انضموا لنا تباعا داخل الاستديو لنناقش معهم عدد من الموضوعات والمحاور المهمة من خلال صباح الشروق. إذا دعوة صباحية دائما للابتسامة والابتسام وتبسم في وجه الآخر يعرف أنه صدقة، ومن أجل ابتسامة مبهجة وأسنان بيضاء مفرحة دعوة صباحية لأنه نهتم بصحتنا بصورة عامة، ثم صحة الأسنان ونصاعة وبياضة. صحيح، والابتسامة دائما هي جواز سفر وبتشكل بوابات للعبور، وابتسامة حبيبي بتكفي. يمكن دي كلها هي يعني تكون متمحورة خلال صحة الأسنان والأسنان البيضاء الناصعة المعافاة السليمة، هي دائما عنوان للابتسامة الجميلة. سعيدين جدا انه يكون معانا عبر هذه الفقرة الصباحية الدكتورة رؤى طريفي، وهي طبيبة اسنان وهي صانعة الابتسامة. صباح الخير. صباح النور عليك منى، وصباح النور حسام، صباح النور لكل المشاهدين اللي تابعونا الليلة. اهلا بك كثير. هاجسنا دارين سنون بيضاء باختصار شديد كده من النهاية اجيك من الاخير كده. طيب دارين سنون بيضاء. طيب دارين سنون بيضاء، احنا نقوم اول حاجة نمشي للبداية ونقول دارين سنون سليمة صحيح. وصحية في الأول، عشان كده هل البيضة سليمة؟ طيب النقطة المهمة اللي احنا مفروض نثبتها بالنسبة لبياض الأسنان، المعلومة اللي غايبة عن أذهان أغلب الناس، لون أسنانك بيتناسب عكسيا مع لون البشرة. فإذا لاحظت أخواننا الجنوبيين بتلقى أسنانهم بيضة، صحيح، وعلى العكس الخواجات بتلقى أسنانهم مايلة للصفار. فكل ما كان لون البشرة فاتح كل ما كانت الأسنان الطبيعية مايلة للصفر. لو حاولت إنك تبيضها حيبقى شكل الابتسامة ما جميل. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، الأهم من إنه أنت تحصل على أسنان بيضاء إنك تكون أسنانك صحية. ليه؟ الفم هو مدخل صحة الإنسان، هو واجهة البني آدم. الابتسامة زي ما أنت قلت قبل شوية، أول شيء جواز سفر، عنوان صحة، اول حاجه بتعاين فيها للزول ابتسامته. يعني صحيح، يمكن احنا بطبيعه الحال يمكن احنا بنعاين لسنون الزول اول حاجه بطبيعه المهنه، ابتسامته يعني ونظرته، يعني هيدي مرتبطه مع بعض، مش ابتسامتك بس النظرة ونظره عينك يعني بالضبط، مش صحيح. بس النظره الحاجه كمان الناس ما منتبه لها. ليه الناس الكبار وشهم بكرمش؟ لانه اسنان ما في. فالاسنان مهمتها انها تحفظ تشد الوش، البعد بتاع البعد الطبيعي بتاع الحنك، الارتفاع، الحاجات دي بتحفظ بالمسافة بين الأسنان. فالزول لما أسنانه تتفقد بيبدأ الوش يكرمش. ليه؟ لأنه العضلات بترتخي والجلد الفوق العضلات بيرتخي، ففقد مسافته الطبيعية بالتالي يكرمش. صحيح. طيب إحنا دائما يعني أو أنا على مستوى الشخصي دائما بقول إنه دي مهمة صعبة على دكتور الأسنان. يعني دائما لما امشي عيادات الاسنان بشوف انه يعني الدكتور بيبذل مجهود كبير جدا في انه كيف يعالج اللثه، كيف يعالج البوكتس او الدموع اللي تكون موجوده حولها، كيف يعالج الجير، كيف ينظف الاسنان ومشاكل التسوس. هنبدا بمشاكل الالام اولا. اذا اي انسان حس انه في الم في حته معينه سواء في اللثه او في الاضراس يتصرف كيف؟ طيب احنا بنقول انه عموما المجتمع السوداني هو مهمل جدا في موضوع الاسنان. ما بيجي الا يكون خلاص اتمكنوا له 3 4 يوم بالليل ما نام حتى يجيك، ولما يجيك بيكون هو داير ما تقلع عليه. بيجيك في مرحله انت خلاص بتكون فقدت فيها كل الحلول المناسبه، وبيتخيل انه طبيب الاسنان ده هو ساحر، يعني في يده علاج سحري او انه ممكن يحافظ. فالمفروض انه عندنا زيارة دورية كل 6 شهور بالضبط أو كل 3 شهور تمشي لطبيب الأسنان. أنت ما بتشتكي من حاجة، لكن أنت لازم تمشي تراجع طبيعي، تعمل مراجعة تشيك اب، تشوف أسنانك فيها شنو، لأنه في المراحل ما إلا ضرسك اللي ما بالضبط، لأنه المراحل الأولى للتسوس ما فيها عرض، هي مجرد صبغة سوداء وأحيانا بتكون عبارة عن كافيتيشن أو حفرة بالضبط. انت بعينك ما حتشوفه، لكن لو مشيت للدكتور في اطباء عندهم اجهزه مخصصه للكشف عن التسوس، او في فحص سريري معين للكشف عن التسوس، دي كلها بتساعد الدكتور في انه يلحق لك مشاكلك بدري. دي رقم واحد. رقم اثنين،
المواد الجيرية وتراكمها. المواد الجيرية وتراكمها دي محتاجة نظافة عند دكتور الأسنان بصورة دورية 3 شهور أو 6 شهور عشان ما تتراكم المواد الجيرية، لأنه التراكم بتاع البلاك اللي هي الطبقة الأولى بيؤدي لتراكم البكتيريا وبتفرز الأحماض بتاعتها وبتكون لنا الطبقة بتاعت الجير اللي هي بعد ذلك بتبقى صعبة إنها تتشال بالطريقة العادية. لكن أنا وبتؤدي إلى تساقط. في ناس بيتخوف من نظافة الأسنان للمواد الجيرية، لأنه في ناس بيقول لك المواد الجيرية دي هي بتحافظ عليها. ما في كلام زي ده، بالعكس تماما، المواد الجيرية بتعمل مشكلة في 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 الروابط السنية اللي هي بنسميها البريدونشال ليجمنت. الروابط السنية دي بتتأثر بوجود المواد الجيرية، بعد شوية بيحصل تآكل للعظم المثبت الأسنان وبيحصل انحسار للثب وسن بيقع. فالمواد الجيرية بترمي السن ما بتثبته، على عكس المفهوم السائد. انت اذا ما التزمت بانك انت تنظفه كل 6 شهور، واحيانا في ناس عندهم ما من عدم المسؤولية، يعني في زول يقول لك والله يا اخي انا ما بتسوق كل يوم. الحاجة دي في بعض الناس بتكون وراثية، بيكون عندها عوامل اخرى، عندك اسنان مترادفة، عندك مشاكل كثيرة، انت ممكن تكون بتنظف صباح ومساء او تكون بتنظف غلط، ممكن تكون بتنظف 10 مرات. دي نقطة مهمة جدا، كم مرة في اليوم صحيا، والمدة اللي مفروض تكون فيها النظافة والطريقة الصحيحة. خلينا يعني حاجة مهمة جدا، لأنه في كثير جدا آخر حتة في كلامك هي أهم حتة، الطريقة الصحيحة هي ما بالكم ولا بال، يعني ما بعدد المرات. أنا لو سوقت مرة صباح ومرة مساء كافي جدا، إذا البكتيريا. أمكن بعد كل وجبة بيكون بيرفكت، بيكون ده الأفضل. لكن المشكلة في إنه أنا بتسوق كيف الطريقة. أول زادة. حاجة المفهوم بتاع إنه أملى الفرشة من أولها لآخرها بتاعت الدعايات دي، ده مفهوم خاطئ. أنت كل المحتاجه حبة بتاع معجون في راس الفرشة بحجم حبة العدس البليلة العدسية، صح، ما أكتر من كده، دي كافية تماما لتنظيف الأسنان. ليه بنوصل الفرشة ولا ما بتحتاج توفر معجون زاد المعجون ما بقى غالي بالضبط كده، المعجون بقى غالي. ففكرة إنه أنت بتخد الفرشة دي المعجون لحد داخل الفرشة دي، ده شغل بتاع دعايات عشان يقول لك شكل المعجون. أضف إلى ذلك الطريقة دي هتكون كيف؟ هنقوم نجيب الفرشة، هي شوية في البداية متعبة وتطبيقها في الأول ما سهل. حتى بتمسك الفرشة بتاعتك، إذا اعتبرنا إنه ده السن ودي هنا اللثة، دي الفرشة بتاعتي، شكرا، هقوم أعمل شنو؟ هأمسك الفرشة بتاعتي، هعتبر إنه ده دي الأسنان بزاوية 45 درجة، وبجي من اللثة فوق ونازل وبنزل على الأسنان. ليه؟ لأنه أنا محتاج أعمل تدليك للثة عشان أحرك الدورة الدموية فيها. فبمسك 4 أسنان وبمشي، وأربع أسنان وبنزل زي التمشيط من أعلى إلى أسفل. إحنا قاعدين نشرحها بطريقة بسيطة، نقول لك أنت لو بتنظفي في البيت، لو بتقشي، ما حتقشي كده، صح، لأنه حتشيل الوسخ من هنا حترجعه هنا، لا، أنت لازم تقش في اتجاه واحد، صح، بيجي. فأنا بنفس الطريقة بمسك الفك الفوق بخلص منه وبنظف سطح الأسنان، وبنزل للفك التحت بنفس الطريقة العكسية بخلص منه وبنظف سطح الأسنان. النقطة المهمة تاني اللسان، تسويك اللسان مهم جدا جدا. ليه؟ لأنه في كمية بتاعة بكتيريا بتكون قاعدة في اللسان بالذات بالليل، إحنا محتاجين نشيلها، فإنت لازم تسويك لسانك معك قبل النوم، أهم من أي وقت تاني، لأنه الليل طويل وزاد بيكون قافل بالضبط. ليه؟ لأنه أنت بتكون أخذت كميتك بتاعة الأكل طول اليوم وجيت قفلت عليها. الحاجة المتقدمة دي بتعمل مشكلة برضو بتاع التسوس، بتزيد الاحتماليات الإصابة بالتسوس، بتزيد احتماليات الجفاف، يعني ده اللي بيخليها تسوس، إنه الخشم بيجف. اللعاب ده مهم جدا بالمناسبة في حماية الأسنان من التسوس. طيب في يعني حاجات تانية ممكن أنا يعني أنظف بها، يعني ما في ناس أسنانه ممكن تكون متلاصقة شديد، يعني ما في زبيت عشان الفرشة تدخل بالطريقة العملية بالضبط. في حاجة اسمها الخيط السني أو الدنتال فلوس. الدنتال فلوس ده موجود في الصيدليات، بيتمسك بطرف، بتلفه في أصبع بهنا والأصبع الثاني وبتنظف به بين الفراغات، وده إحنا دائما بننصح بين الأسنان، دائما بننصح به الناس اللي عندهم تقارب شديد أو تزاحم في الأسنان، لكن دي مرحلة يعني متطورة شديد. طيب عندنا زملائنا يتنقع يتفننوا غاية الآن،
في الكنترول وخدمة جميل زميلنا سمول يقول انه بالفحم عشان ما تبقى بيضاء، ودي بنسمع بها كثير، يقول لك والله يا عم شامل سنونك بفحم تبقى بيضاء. خليفة المصوي قال بالنار، بالنار ده انا ما اعرفه كيف بالنار؟ داري خشمه ولا بالنار دي بالنار ده انا اول مرة سامع. بالفحم دي ممكن تكون الى حد ما صحيحة، ده اذا انت ما عندك امكانية انك تمشي لطبيب اسنان وتقدر تبيض، لانه التبييض حقيقة مكلف. صحيح. وانا شخصيا ما قاعده انصح به كثير، لانه بالذات انت لما تدخل حاجات كيماويه في اسنانك في جسمك عموما او في اسنانك، ضررها على المدى الطويل بيكون اكبر. العلاجات البلديه ما دائما احنا بننصح بها. حكايه الفحم دي اذا انت ما قادر تمشي لدكتور اسنان ما مشكله بنمررها لك، لكن المشاكل بتبقى في الحاجات الأعجب اللي بنسمعها، بيقولوا مويت النار، مويت النار، الصعود، يعني حاجات كذا ما أنزل. في ناس بتكسر البنادول أو الأسبرين وبتخطه في الضرس، طبعا دي كوارث. أنا كلها خطأ يعني، هي مش خطأ هي كوارث، لأنه خطأ دي حاجة صغيرة يعني. المناكير قالوا لك نسأل المناكير برضو، المناكير مويت النار، البنادول انت بتحرق لسه ما بس يعني بتسكن الضرس. طيب في حاجات لاستخدامات حاجات بلديه يعني عشبيه متوفره زي القرنفل؟ القرنفل القرض ده اذا احنا لابد انه احنا نستخدم علاجات بلديه، القرنفل والقرض ديل بيسكنوا الالم لكن ما بعالجه. يعني حيسكن لك الالم لمده يعني معينه، يعني اثبتوا فعاليه القرنفل والقرض. هو القرنفل ذاته احنا قاعدين نستخدمه بصوره محضره كيميائيا في طب الاسنان، بيدعم بالحشوات. ايوه، فيها ماده اسمها الايجينول اللي هو زيت القرنفل. طيب، مستخدم في علاج الحشوات الطبيعيه الثابته والطبيعيه وكده. في مفهوم ثاني وده كثيرين شايع، وانا شفت الحاجه دي بعيني. الضرس المني مشي لدكتور الاسنان، دكتور اوراق عندي مشكله في الضرس، اوكي خلاص نعمل اقلعي بس بدون اي خطوات. اقلعي لي ماذا؟ اقلعي لي ما دي النيك الرخنه دي كثير، اقلعي لي بس شديد. فخلينا نشوف العادة دي انت رايك فيها شنو كطبيبة اسنان، وزي ما قلت بيقابل كثير يعني. طيب، احنا عندنا مثل يقول لك اخر العلاج الكي. احنا الخلع عندنا في طب الاسنان اخر العلاج، ما بتلجأ له الا يكون الضرس ميؤوس منه تماما. يعني لو في فرقة بتاعت 1% انه اي علاج ثاني ينجح ما تقلع، انت بتقلع ليه؟ ما احنا قلنا قبل انه فقد الاسنان عنده اضرار كثيرة. اول حاجه اسنانك اذا انت قلعتها ضرس من ورا، الاسنان اللي قدام هتتفرتك، هتتفرق وهيخليك فراغات. ليه؟ الاضراس دي قاعده متراصه زي الناس اللي قاعدين لهم في 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 كنبه واحده، فلما زول يقوم تلقائيا الناس دي بتعمل شنو؟ تلقى صلحت ملت الفراغ. صحيح. فده اللي بيحصل. في حاجه اسمها الميزيال دريفت، لما السن يتقلع الاسنان بطبيعتها بتقوم تميل لانها تسد الفراغ. تفترض الواحد يعمل شنو؟ يركب يعني حاجه بديله؟ ايوه، اذا اضطريت للخلع فلازم الاستعاده الصناعيه تكون طوالي وراها. في حاله القلع وفي حاله علاج الجذور، دي الحاجتين لازم. هل علاج الجذور ده في حد ذاته يعني مرحله قبل القلع يعني قلع الضرس؟ احنا مهمه يعني لو قلنا ترتيب العلاج بنبدا بنظافه التسوس والحشوه، بعد كده بنصل للمرحله بتاعت علاج الجذور، او قبل علاج الجذور عندنا المعالجه اللبيه دي في حاله كانت تسوس واصل للب السن لكن ما داخل جوا، يعني قريب مسافه بسيطه كده بس ما حصل، ما بدا من جوا اختراق. هو عاده ما بيبدا من جوا، تنخر في السن والضرس تنظفه. هو احنا ما بننخر، هو اوريدي البكتيريا بتكون نخرت اساسا. نعم. فانت بتقوم بتشيل البكتيريا ومخلفاتها، بتلقى انه عندك في حساسيه حاصله لكن الجذر ما تكشف او عصب السن ما تكشف، فده هنا بنعمل لها حاجه اسمها البلب ثيرابي او المعالجه اللبيه بطريقه معينه، بتخط ماده معينه بعديها وحشوه مؤقته، وبتقول العيان 21 يوم وتعال يراجع. بعد المرحله دي اذا التسوس وصل للب السن بندخل في المرحله بتاعت علاج الجذور. هنا انت بتخير المريض ما بين علاج الجذور وما بين القلع. الحمد لله نسبة الوعي بدأت تزيد، ففكرة رفض الخلع بقت زايدة، ويعني الناس بقت ماشية في اتجاه انه
طيب انا دار اسالك في الجذور يعني هل عندها يعني هي فعلا ممكن تحافظ على انه ما يكون في الم وكذا طبعا لانه هو علاج لكن الجذور. هل عندها حاجات تانية مثلا مثل تكون في رائحه في الفم تكون لا. في كذا لا هو علاج الجذور اذا انت مشيت للدكتور في مواعيدك ما بين 3-4 جلسات ده اللي هو العادي في علاج الجذور شويه بقى متطور اكثر اللي هو بيتعمل في جلستين او جلسه واحده بجهاز الروتري هانبيس ده بيتعمل في جلستين او في جلسه واحده طيب هنا قال لها 3 جلسات اقلها 3 جلسات ده في حاله العلاج المانيوال بيخلينا نقول انه ما في الم شنو لانه انت اصلا بتشيل العصب برا يعني هو اسمه علاج جذور ليه لانه انت بتفضي القنوات السنيه بتشيل العصب بتطلعه برا بيبقى ما في حاجه موصله للالم الكم بيوصل لك الالم هو العصب والعصب انت شيلته برا فما في سبب للالم بتحصل احيانا في بعض الحالات انه الالم يستمر بعد الجلسه الاولى او بعد الجلسه الثانيه لكن بنهايه الجلسه الثالثه ما بكون في الم وغد لا يحصل جلسه هو ما بين 3-4 جلسات 3-4 جلسه خلينا نختتم باللثه ومشاكلها بصوره عامه وكيفيه التعامل معها طيب اللثه هي زي ما بقولوا الدعامة الأساسية الرابطة السن فالمهم جدا زي ما قلنا قبل نظافة اللثة بصورة دورية مرتين أو 4 مرات في السنة كل 3 شهور أو كل 6 شهور دي مهمة جدا المساج أو الدلك اللي بنعمله في أثناء السواق زي ما شرحنا الطريقة قبل شوية مهم برضو جدا عشان الوقاية من تكون الجير ومن الأمراض بتاعتها الأمراض بتاعت اللثة كثيرة جدا 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 لو قعدنا نتكلم فيها دي ممكن تأخذ مننا حلقات كثيرة لكن الحاجة المهمة اللي أنا دائما أتأكد فيها الناس اللي بتسف صعود وما قادرين يتخلوا عن الحاجة دي لازم ينتبهوا لأي تغيير في لون اللثة بسرعة لأنه أقل تغيير ده مؤشر مبكر لسرطان الفم أنت مفروض طوالي تمشي للدكتور عشان يشوف لأنه أكثر أنواع سرطان الفم بتكون في مكان وضع السفة بيكون في تغير في لونه بيكون شنو اللون يعني تقريبا يا إما بياض مفاجئ أو إحمرار زايد عن اللون الطبيعي بتاعه فدي مهمة جدا إنه الناس تنتبه ليها وتمشي للدكتور سريع عشان تحاول لو بقى في لا قدر الله سرطان يتلحق بسرعة يا سلام ممكن دي كلها يعني معلومات مهمة جدا عبر صباح الشروق بتمنى كل الناس تكون استفادت منها لأنه دائما صحتنا في أسناننا وفي الفم عموما لأنه هو اللي بيدخل أي حاجة حتى إلى إمعاء الإنسان نسعدنا بك جدا رؤى الطريفي طبيبة أسنان على هذه النصائح وهذه الإفادات ودايرين لك أنت والمشاهدين تمشي معنا البطانة رايكشن نمشي طوال نمشي البطانة شكرا جميلا لحضورك اليوم